جبتكم من عند الطريق اللي كنت كندير هنايا ستاج لي فان ديتود اللي نغاش المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. هنا كنت كندوز ستاج ديالي كامل ديال الماستر. سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. الصراحه في لا ديرنيير مينوت باش قلت مع راسي علاش لا نشارك معكم نهار معايا، شنو من الاحداث اللي غادي ندير، شنو من الحوايج اللي غادي ندير. اوطونك دابا ماما مي كتقري ولدها في ليكول، دونك بغيت ندير لكم لا روتين ديالي، نشارك معكم لانه تجربه جديده كنعيشها. دونك فقت الصباح حيت ما صراحه يلاه ديسيديت انه نحط لكم لا فيديو، فما صورتش لكم الصباح شنو كان. المهم فقت الصباح كنت موجده الماكله ديال يعقوب فلافي، حطيتها ليه في الكارطاب ديالو داكشي، مهم قديت لي حويجات وكلشي، درت لي حويجات دو بلوس لانهم في ليكول كيعلموه يحيد زعما كيحيدوا ليه لاكوش، دونك كيعلموه فكنزيد ليه حوايج دو بلوس. المهم جا يعقوب، صراحه اليوم كان اليوم الفياق شويه كان بزز، ما بغاش يفيق. وصلوا مروان، من بعد انايا قلت نبقى فايقه باش هكا فلي اللي يجيني النعاس بكري لانه بالليل ما كيجينيش النعاس. ابخي تفرجت واحد جوج حلقات ديال بلاك ليست ما نكذبش عليكم، ومن بعد فطرت لبست الحوايج ديالي، المهم تقاديت وكلشي وجايه عندي واحد لو رونديفو، دونك نساليه ان شاء الله. ابخي دايره بحساب دابا راه جوج قلقسمين غادي نسالي هاد لو رونديفو ديالي، وابخي غادي نمشي ليكول نريكوبيري يعقوب كيخرج مع الخمسه هكا. المهم عرفت شكون حرق لكم كلشي، المهم خليكم معايا. ساليت لو رونديفو ديالي الحمد لله كلشي داز مزيان، وجيت لهنايا باش غادي نتغدى شي حاجه ديال الخضره ليعقوب، كنت ندير ليه لاسوب وداكشي، خديت ليه البنان بيان سور كيعجبو، ناخد لاصالاد نقلب على لاغوكيت كتعجبني بزاف ندير هاديك لاصالاد. ايوا المهم هذا مكان حاليا اش كندير. كنضحك على راسي لانه هو الحبوب هذا اللي كاين فوشي دايره ليه الخالات، دايره ليه الخالات فرادا جوج ثلاثه بجوج زوينين والله حتى جوج زوينين. المهم نشوف شنو حاجه اخرى خصني ناخذها لانه اليوم جات فيا النوبه ديال كوتي كوليكتيف، ماشي يعني على غدا على اساس الاربعاء ما عرفتش امتى تحط هاد لا فيديو، مي الاربعاء جات فيا النوبه خصني ناخذ 5 لتر ديال الماء و 4 لتر ديال الحليب. الحليب يمكن ما عنديش، نمشيو للحليب دابا. واحد الصهد انسوبورتابل، المهم انا تصطف هادشي اللي خديت، صراحة ما كانش عليا نتقل من دابا، كان عليا حتى نمشي للدار ونقرب للدار وعاد نهز داكشي الثقيل. تصطف دابا هادشي في الكوفر، صراحة كتجيني أول مرة غادي نشارك معاكم هادشي، زعما هاد لابختي اللي كندير دابا حاليا أول مرة غادي نشاركها معاكم. جيسبيغ أنه تعجبكم، إلا كان نقدر لكم بلوس هادشي. يلا نحطوا هادشي هنايا ونشوف. الصراحه دابا شحال الساعه، دابا 4 قرب قلقسمين، ويعقوب غير يخرج مع الخمسه، ودابا انا فيا الجوع وما عارفه شنو غادي ندير، وما نقدرش نفيت نمشي حتى للدار وعاد نرجع عند يعقوب، غادي تكون ديفيسيل هاد القضيه هادي لانه من بعد خصني نطلع لداري. راسي بالتلفه حطيت داكشي اللي تقديت في الكوفر، وهذاك الباساج اللي عندي هذا نسيتو في الشاريو وداه داه، وعرفتي بقيت كنقلب تنقلب تنقلب طول ملي كنقول ما يمكنش فين حطيته، وكنحاول نقلب عاوتاني ونعاود نتفكر بانه حطيته في هذيك لابارتي، ما جيت فين نوصل لعند السيد نقول ليه راه عافاك واحد الورقه راه نسيتها في الشاغيو، قلت ليه فين هو ما لقيتش الشاغيو، قال لي راهم دافعوهم لها، ويتبان لي طايحه في الارض فين كانوا لي شاغيو مجموعين لقيتها طايحه في الارض، قلت الحمد لله، قال لي عرفتي باقا شويه كنت غادي نهزها بنتي في الارض كنت غادي نديها للبوبال، قلت له فوالا فلوس احلى سينون كنت يمكن غنخلص واحد 30 درهم يمكن الا ما لقاوش عندك الورقه. هادي جاتني سخفه الجوع والله الا جاتني سخفه الجوع باش نوريكم الماكله ديالي زيرو زيرو. المهم دابا معايا يعقوب دخلت المدرسه ولات شويه مقاده، مي دابا راه انا كنغيزيست الجوع وفيه سخفه، دونك دابا نمشي لجهه المدرسه ونشوف الا كانت تما غير شي بلاصه ناكل غير شي حاجه خفيفه وصافي. يلا خليكم. بون دابا انا في الطريق
جيت باش غادي ناكل شي حاجه غير خفيفه ما بعيداش بزاف على ليكول ديال يعقوب. ما خصنيش نتعطل لانه دابا ديجا 5:25 ممكن لا غارد مي واخا هكاك ما كنبغيش نتعطل عليه بزاف لانه عارفه في لافان ديال لا جورني باغي غير يخرج من ليكول ما باغيش يبقى فيها. قبل كنا كنخرجوا بزز مي دابا ولا تيخرج ليا فيت فيه عارف تما بلي داكشي طق 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 دونك ما كيديروش لي خاطر 100% اي سي في اكسبري. زعما انا ما باغاش ولدي يطلع ليا في الشش باغاه يكون عارف شنو كاين دونك السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت عافاك تشيز برغر ولا صوص بوم فريت. وي صافي شكرا. شكرا. بغيت ناخذ شي حاجه اللي ثقيله سينو ما غناكل والو. تبح لي نفس طلعت فوق الخطوه انا هبطت منه. عندكم 3 دقائق دابا 5 قال تولوس. المهم غادي ناكل ليكول ما بعيداش بزاف من هنايا. يلا بون ابيتي ليا وبون ابيتي اللي كنتو كتفرجوا في هذا الفيديو نتوما كتاكلوا. الحمد لله ناكل تهرس ليا دابا ليتس جو ان شاء الله غادي نمشي عند يعقوب. بقى 5 ديال الدقائق جيسبر يا رب ما يكونش لومبوتياج بزاف انا نورمالمون راني قريبه ليكول. اون توكا كيف قلت لكم واخا نتعطل سي با غراف لانهم كيديو من واحد البلاصه وتيخلونا نتسناوهم تيتسناونا باش ناخذ وليداتنا. ما نكذبش عليكم بلي وليت كنغزل كنوليت كنترعد انايا عندي كنبقى صابره 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 على جوج جوج عاد كتقاد ليا الجليسيمي وداكشي كامل لانه صافي وليت غير كنخربق في الهضره. قلت لكم اما موندوني كتوصل فيا درجه الجوع كنولي نترعد ومن كنترعد ما كنبقاش نتحكم حتى شي حاجه فريمون صافي كنحس راسي غادي نطيح. وفطرت اليوم بكري لانه منين فقت ما عاودت رجعت نعس يعني فقت بكري وبقيت صافي بقيت فايقه. المهم دابا الحمد لله يلاه كنحاول الكور ديالي عاود يجدد والله الهربه ديال الهضره وحق الله اش بخافر انه نسكت نمشي عند يعقوب ونرجع لكم سينو غير غنبدا نخرب في الهضره. كنت ناكل على قولة الله اكبر 5 ودقيقه باش وصلت نمشي نريكوبيري. يلا 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 زعما نرجعوا ليكول وال ما بغاش. اون اتوندون شارك معكم الاوتفيت ما صورتش لكم الصباح. المهم هاد لا روب كتعجبني بزاف هاد لا كولور مع هاد امي مي جو سوي كونتونت باسكو يعقوب اليوم بلا لاكوش. انت عمري بلا لاكوش اليوم وي حبيبه يا عمري يلا 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 صافا هي هنا يلا طلع برافو يلا يلا نو بوحدك يا يعقوب تو سول فنيفا يلا سير اولدي الي 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 برافو شتا يعقوب برافو مونا يلا 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 برافو عرفتي بزاف باش خرجتو معايا يلا بخون بخون طون كارطابل يعقوب يلا طون كارطابل برافو اها برافو كتاهم ليا يا ولدي هاك جوج يلا يعقوب خرجتو بالحيله ما بغاش يخرج يعني تيكون في وسط لاكلاس كيبغي يخرج ميم فوا كيشوف هذوك الالعاب على برا صافي ما كيبقاش باغي يخرج كيمشي باغي مازال يكمل اللعب ديالو. يعقوب كي دايره ليكول؟ ليكول تشوين عجباتك؟ ايوا لاباس. المهم يلا ليتس جو نمشي نحط يعقوب ابخي عندي ديريكسيون الخدمه ديالي
هي الماكله نوجدها غدا الكوتي كوليكتيف. عرفتوا الطريق عامره 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 بزاف. انا وليت كنكره نخرج كازا ما نكذبش عليكم لانه تيلمون الطريق عامره كتجيب لك السخفه. دابا راه 6 لاروب بصراحه تعطلنا في ليكول ديجا مع يعقوب حيت بقى كيلعب. دابا راه 6 لاروب غادي نطلعوا عند حماتي ومن بعد غنرتاح واحد شويه ونبدل حوايج لانه ما بغاش نمشي بحال هكا لداري. غنبدل حوايج غير شي حاجه هكا يمكن بيجاما ولا شي حاجه بحال هكا خفيفه ظريفه المهم باش نمشي ونعاود نرجع. وغنحبس هنا التصوير ومنعاود ان شاء الله حتى نمشي للدار. فوالا خليكم معايا. الى عجبكم بحال هاد الفيديوهات خليوها ليا قولوها ليا. ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب واللايك الى عجبتكم هاد الفيديو. ويلا نرجع لكم من بعد. انا رجعت ما نكذبش عليكم ما عنديش سوفل باش غادي نمشي. زعما وحق الله كرشي ضراني لان كنت مكرهت انه نعس. ضروري خصني نطلع للدار باش نجيب شي حوايج ليا المهم باش نجيب شحال من حاجه ونعاود نرجع. نستغل تما باش غادي نطيب شي حاجه اللي قلت لكم عندي الكوتي كوليكتيف. دونك خصني نوجد ضروري الماكله مع ميم طون خصني حوايج ليعقوب. راني مكاويه والله الا كنحس بكل عظم تضرني. ايوا نشدو الطريق. دابا شحال الساعه؟ 7:30 ان شاء الله. وصلت غادي نشوف واش غادي نصوب البغرير ولا نصوب نصوب الكريب. نشوف وحده من هادو اللي غادي ندير. شفتوا مع لي غوسيت ديال تاف مومي كيس كيصدقوا فجون بروفيت باش نعطيكم لي زانغريديون نعطيكم كلشي. يلا خليكم معايا. المهم دابا غادي ندير لك كريب. فينالمون قلت السيمانه كامله الوليدات كياكلوا كاين اللي دار الحرشه كاين اللي دار هكا قلت شويه انايا ندير نبدل. دونك غادي ندير لي كريب وهنايا غادي نحتاج دونك لتر ديال الحليب 250 غرام ديال لافارين 3 ديال البيضات 20 غرام ديال الزبده جوج قبيصات ديال الملحه وكليره سوب ديال السكر فاني. دونك غادي نبداو اول حاجه غادي نحط الزبده غادي نزيد 250 غرام ديال لافارين فوالا غادي نزيد 3 ديال البيضات الملحه. اخر حاجه غادي نزيد اوبس طحت على البورطابل غنزيد السكر فاني غادي نزيد شويه ديال السكر ماشي بزاف. دونك فوالا غادي نزيد الحليب حتى غنوصل هنايا 500 غرام. دونك ندير هنايا 20 سكوند فوالا et vitesse 6. C'est bon, on va le laisser là pour une demi-heure. On va en parallèle نقد داكشي اللي خصني نجمعو ونخليه نيت هنايا في البول تسناها هنا ترتاح. ما جانيش لي كريب قد القياس اللي باغا صراحه ما رديتش البال هذه النقطه مهمه هي اون فيت غادي تخرج دي كريب واحد لا كونتيتي الا استعملت هذيك سميتها المقله صغيره ما انا استعملت الكبيره خرجت ليا برسك لا مواتي خاصني نعاود واحد اخر. دونك ديجا حطيتها صوبت كريب نخليها تغوبوز غير واحد شويه ونمشي عاوتاني نديرها ندهنها بالشوكولا باش نتحرك لانه فريمون تعطلت وعييت. سينون لي كريب جاو بنان بزاف بزاف هذيك شويه حرقتها غادي ناكلها معليش مي اون غو جاو زوينين بزاف. الوغ فينالمون ساليت وجد داكشي اللي غادي ندي وغادي نتحرك دابا ان شاء الله غادي نمشي نوجد شي حاجه خفيفه ليعقوب الغدا ان شاء الله وصافي حيت لا واو فرحت ما غاديش نوجدهم في الغدا لانه يعقوب غيخرج مع 12 دونك عنده في الفطور
والله حتى فرحت وحق الله حيت كنت كنفكر كنقول اشنو غنصيب يعقوب الغدا. لا كونتين قالوا لي غادي تبدا لو 16 ان شاء الله، دونك اون فافوار واش يعقوب غيولي ياكل ليا داكشي اللي بغيت. الى بدا كيتبعكك على الماكله غنولي خصني باش نطيب. مي بون غادي نحبس هنايا الفلوغ ديالي. شاركت معكم فريمون النهار ديالي نهار الثلاث من الاول حتى الاخر كيفاش داز عندي بحال هكا. دابا غادي ندخل غادي نمشي جيسبر ان يكون يعقوب نعس سينو غادي نعسو وغادي نعس حتى انايا ندير ماكياج بعدا هو الاول. فوالا صافي ما سخيتش بكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخرى. اي بيسوات.